السلام عليكم. فوالا ربنا دور المقام الشهيد بالليل، هذه بلاصه مليحه. هايا هي كاين متحف، متحف الياه ما تشوفو. هايا متحف المجاهد تسكن بالمغلوب. فوالا كما تشوفوا ليها مقام الشهيد، هذه ملامة تاريخية، ملامة تاريخية قديمة جدا. هيك كاين جغدة، جغدة هي تعاون طلبوا لها تما له. نشوفوا نطلعوا للمقام. ايه نضربوا دورة هنا، يا احنا جينا نضربوا دورة. سي حسين راني شاد. هيا يطلع سي الحسين. ها ما درتش اللايف، لا كونيكسيون ما كانش. انا انا ما عنديش لا كونيكسيون. ها هي مقام شاهد من الليل، سي حسين ها هو معنا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شو لا ديكور هنا كي داير. نزيدو نطولو العصا السحريه. ممنوع تفوت الجهه اللي من هنا. ايوا منا صور بالصور. نصور منا لاباس. صافي النهار. كل نهار تاخذ النهار كي تروح عليك. دايرين ممنوع تما. شوما تشوفوا. السي حسين ها هو مقام الشهيد. ما عرفتش شحال ما جيتوش اخويا حسين. انت جزائري بشحال ما جيتش؟ 89. 89 ما جيت هنا. نعم 89. ما جيت هنا. انت جزائري 89 ما جيت. ما عندي حاجه فيها. لا ولكن ديكور مليح هذا. شوف كيفاش. قلت لي وهبط المتحف. المتحف مليح. ولكن ما خلاوناش نصوروا. إيه المتحف ما خلاوناش نصوروا. ها؟ سيبيرة مليحين حدا. إيه. المهم الجلسة شابة هنا يا خويا. لا دخلت ها راهي. إيه من لهم من هذا. بارطاجينا لا كونيكسيون، بارطاجينا لا كونيكسيون. ما نعرفش. يدي واحد لاكواطي مع خويا ملك المغرب والجزائر. تا هو راح المغرب. اه راح المغرب. ما شاء الله. ايوا خصك تروح. ايوا لازم نروح ان شاء الله. ما كانش هذاك ديك الجلابه ضروري تجيبها معاك. ايوا لازم اوبليغاتوار هذيك اوبليغاتوار. الموضوع راه فيها مشيت سي حسين راه حسين حسين مول تما حسين حسين واحد قول حاجه حسين قول. ما تقول حاجه. إيه. ما تقول حاجه خاوتك. قول قول المغرب مش مفيك. قول قول حاجه خاوتنا من الغربه مقام شهيد. يا والشمه 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 دائما توجو الشمه توجو الشمه. الجزائر الغرب والشمه. كازا ماركيز ويستون. كازا ماركيز ويستون. كازا ماركيز ويستون. كازا ماركيز دير لايف من هنا المروز. لا ما درتش اللايف. دير لايف درك. والله تشوفني الله يسير. راني نسير راني نسير. لا ولكن هذيك هذا الامير عبد القادر ولا شي مجاهد واحد اخر. شوف شوف شوف. لا لا ليه ليه ليه. برا. هذا هو لا ماشي امير عبد القادر هذا. شكون هذا؟ مجاهد. ايه ما سميته. هذا بكره الناس عبد القادر. عبد القادر ما فيك. يا. لا لا لا. مجاهد واحد اخر. اي فوالا. قول هي غادي نمشيو عاوتاني في جيت قرطاع البحر نقطعو الطريق. درنا دورا. اوه هادي جلسة. صبر صبر صبر. هادي هي بسم الله الرحمن الرحيم. في اليوم المشهود من ايام امتنا الجزيره كما قلنا عاود على التصوير.
راسي غير الكفاح متواصل تحيات اللي يشرفونا انا ادشين مقام شهيد تكريما تحديدا لابناء البرار الذين جاءوا ارواحهم ها الاجيال والعصور دفاعا عن وطن المدينه تحيا لارضي مغاصبين وارسال من حريتي هذا الاجتماعي هذا الكلام لسان حكومي استغلال تفكير الهوية الحضارية تدريب المقومات شخصية وطنية يكون انا داير لا قرام هنا انت قبيلة داير لايف منا ومنا ايه هادي ليكون هذا المقام رمزا لكل فداء ولكل تضحية كبيرة سبيل عزة الوطن ومجده وازدهاره. شنو هادي؟ هادي تحتانية من اللي ما وراه هادي هذيك آية ولا ينصرنا الله الشاهد لي بن جديد رئيس الجمهورية الأمين العام قال لك سيدي رمضان هذه الجزائر في 13 رمضان عام 1402 موافق 5 جويلية 1982 ايوا نفما دياليزا هذه نفما بناو هذه المعلمة هذه هانتوما تشوفوا قال لكم 6 شهور 82 82 89 حسين ما جا 89 89 ما جا حسين قال لك انا 89 ما جيت هذه معلمة هنا هنا كيديروا قال الاعياد الوطنية والاخر كيكونوا هنا الاعياد الوطنية وكلش يعني هنايا يجي كاش رئيس زيارة هنا يطرح هنا يعني هذه هي له ايوا هانتوما تشوفوا هنا هذا يعني عنده 1982 شحال عنده من سنة؟ راه في 38 38 سنة قدك اخويا راه بيعنيش اه راه قدك اوي نروحو نشوفو هيك يقول لك ممنوع تصور ضربنا دورة مقام شهيد احنا فيه ولكن ضربنا دورة اللي هذاك فيهم الشاذلي بن جديد رحمه الله تعالى هذا واحد الرمز عود واحد اخر ديال شي مجاهد هذا اللي فوقي منا هذا شي مجاهد واحد اخر عود الجيريا تاعو تاعنا هاو هذا هز مشعل واش كلاجنيكوف المهم الخوت ضربنا ضربنا المقام شهيد نسولك تبارك الله تاريخ ديال الجزائر هو تاريخ كبير نتمنى لهم السلم والسلام في بلادهم تا هما ونبغيوهم كيبقاو خوتنا وجيراننا هما الجيران ديالنا وهذا المتحف هذا متحف هذا المتحف هذا فيه جميع يعني فيه كاع ديك الاليات ديال المجاهدين السيوف يعني يعني باش يعني باش باش حرروا البلاد يعني باش خرجوا للمستعمر كلشي كاين في هذا المتحف هذا داخل واحد المتحف عظيم كبير زوين وهذيك اللي هي عاود اللي مقابلتنا ليه كاين واحد الجاردان وان شاء الله كاين واحد الحاجه راهي اللي جا يعني جا هي بلاصه مليحه وغدوه ان شاء الله غادي نجي نزور غادي نزور ان شاء الله نزور واحد الحديقه هنايا قالوا لي مليحه ونحن ضياف حنا ضياف عند لي زالجيريان ها هما كل واحد يقولنا كلمه مرحبا بكم المغاربه هذاك مغربي حنا مغاربه مغاربه خاوتنا جلابه خرج يدك ويقول سلام بس المغرب السلام عليكم ما يزيد في بلادك خويا اليوم كاش كيما شفتوا معنا غير الضحك والنشاط معاهم وكاع يبغيو المغاربه يعني كاع يبغيو المغاربه وحتى حنا نبغيوهم يعني صراحه اقسم بالله يعني الشعب الوحيد اللي قريب منا هو الشعب الجزائري نفس التقاليد نفس كلش هذا مقام الشهيد 1982 في نبال ونشكروا كاع الناس اللي رحبت بينا في الجزائر اصدقاء ديالنا كاملين وتحياتي والله ان شاء الله الانتخابات الجايه عاوتاني ان شاء الله تكملوا من البلاد كما قالها واحد
ويعيشوا واحد ستيل مسالم. نبغيو كاع الامه العربيه تكون بخير وعلى خير. وتحيه للشعب الجزائري من هنا كل مواطن جزائري. وكاين بزاف الناس اللي يدخلوا عندي اليوتيوب كيقول لك لا كيف هذا راهي يا دار الجزائر كي هذا الحب. واحد كاع قال لي اوه الحب ديال الجزائر منا يا خويا. انا كنجي للجزائر كيعاملوني بخير. عندي ولاد عمي هنا، عندي لا فامي، عندي صحابي، عندي كلش الحمد لله. عمرني سبيت شي واحد، ما عمرني طيحت حتى جزائري ولا اي واحد. كتبقى اننا مسلمين كاملين والحمد لله. وعندنا رسول واحد اللي كنشهدوا به هو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. والسلام عليكم. هذه هي خلاصة القول. وتحية لكل جزائري ومغربي وتونسي والمغرب العربي جينيرال كامل. والسلام عليكم.